دورة تدريبية لتعزيز الكفاءات والمهارات القيادية ل1500 ضابط ليبي ارتأت الشركة الدولية للتدريب والتأهيل أن تكون من نصيب تونس هذا العام، فحطت رحالها في مدينة الحمامات. تم اختيار تونس لعديد من الأسباب لتوفر الموارد البشرية الموجودة في تونس والقدرات والكفاءات العالية الموجودة في تونس في كل القطاعات وفي شتى المجالات. يعني أما التقارب في اللغة وصارت معناها ضغط كبير باش تصير في تونس. عملوا تجارب في بلدان شقيقة وصديقة، ما نشحتش، نشحت في تونس، لأنه تونس تسخر بكفاءات في الموارد البشرية، تسخر بالكفاءات القيادية. سعدنا بهذا هذه الدورة نظرا أنه سياحة المؤتمرات في وقت كما هكا رجعت. اليوم تمكننا من أنه في هذه الدورة باش نطلعوا طاقة استيعاب نزلين، النزل الأول اللي هو هذايا نزل الروسيليور، والنزل الثاني نزل فنشيتا السلطان ب 80-90% على مستوى شهرين ونص. تحسيس المشاركين بأهمية الدور الوطني والتنموي والتدريب على أسس القيادة الأمنية والتحكم في الانفعالات المتأتية من المحيط الداخلي والخارجي لخصت أهداف الدورة. الهدف الأساسي رفع كفاءات بالنسبة للناس القياديين في ليبيا في مجال الإدارة، يعني وتعزيز الكفاءات اللي هي موجودة، هذا هو الهدف الأساسي، وربط العلاقات الليبية التونسية. الأهداف كانت بالأساس هي رفع الروح المعنوية لهؤلاء الشباب، وكذلك تجذير قيم الولاء للوطن، وكذلك قيم الأمنية الصحيحة، وكذلك تعليمهم أو تدريبهم على كيفية مواجهة الضغوطات النفسية والتعامل مع الانفعالات، إلى جانب مهارات القيادة المتعلقة بالتسيير وتسيير الفرق. اختتمت الدورة الأولى التي أجريت ل300 ضابط كدفعة أولى بالإجماع على نجاحها ما جاء على لسان المدربين والمتدربين. الدورة هذه إجمالا كانت دورة ناجحة، لاقت رضا الجميع، مدربين وأذكرك كوادر ومتدربين حاضرين. والله الاستفادة كبيرة جدا، المدربين يعني في مستوى عالي، شرف لتونس وشرف لليبيا. جميع الطلب أغلب الطلبة تلقوا دورة تدريبية متميزة على يد ساتذة أفاضل، والحقيقة يعني إنهم ساتذة أكفاء ومتمكنين من المواد اللي قاموا بتدريسها، واستفدنا يعني بصورة واضحة في ورش العمل. الدكاترة يعني من أحسن الدكاترة في وزارة الداخلية، والدورة استفدنا منها طبعا في الضغوطات النفسية، القيادي رجل قيادي، تحصلنا على المعلومات ربما تكون أول مرة نتحصل عليها، تحصلنا على المزيد من المعلومات والخيرة والنير من أجل تعزيز وترسيخ هذه النظريات في ليبيا الحبيبة إن شاء الله. نجاح الدورة لم يقتصر على تثمين المعلومات المقدمة، بل شمل أيضا تثمين التعامل الجيد بين الطرفين. ناجحة على صعيد الإقامة، وناجحة على صعيد النقل، وناجحة على صعيد التقني. حضرنا إلى جمهورية تونس، تم استقبالنا بمدينة الحمامات، استقبلنا استقبال جيد جدا، كانت الإقامة ممتازة، وكانت الأمور طيبة داخل الفندق أو داخل القاعات، وكانت القاعات شيقة جدا جدا جدا. هاي الشقان التوانسة على رحابة الصدر والترحيب الجيد والإقامة المتميزة. راضي على التنظيم؟ لا راضي على التنظيم. لقينا تجاوب كبير جدا من الوفد الليبي، وكانوا الحق وكلمة في حق يقال أنه كانوا ملتزمين بالقواعد اللوجستيكية والقواعد الأخلاقية، وخير دليل على ذلك أنه ملاحظات النزل وملاحظات كوكيل ومنظم نعطيهم 9/10 فيما يقابل ذلك. ملاحظاتهم هما في كراس الملاحظات كانت ملاحظات حسنة وانطباعات حسنة على كل الأمور التنظيمية. هي دورة تدريبية لضباط أمن ليبيين على يد أساتذة تونسيين، تفتح أفاقا جديدة للتعاون بين البلدين في حفظ الأمن والأمان. يقول الشاعر
وزارتي الداخلية الليبية التونسية تزدهر علما وصدقا، فلتعش ولتحيا هي في علو وعلا، وكذا العاملين فيها زادها شرفا وقدرا، فلتعش ولتحيا هي في علو وعلا، وعاشت تونس، عاشت تونس، عاشت تونس، وعاشت ليبيا حرة بيا.